مشاهدينا، وللحديث أكثر عن سيطرة وهيمنة مكاتب الميليشيات والأحزاب الاقتصادية على نينوى وعرقلة المشاريع فيها وعلى رأسها مطار الموصل، معنا من أمستردام عبر الهاتف الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ مظفر الخميسي. مرحبا بكم معنا. مساء الخير أستاذ سينا، مرحبا عليك وعلى مشاهديك الكرام. أهلا بكم. محافظ نينوى عبد القادر الدخيل يقول أن المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب والميليشيات لا تزال تسيطر على المؤسسات الحكومية في المحافظة. ماذا يعني مثل هذا التصريح بعد 7 سنوات من الحرب على المدينة؟ لماذا تبقى يد الميليشيات في الموصل وفي نينوى هي الطولة؟ هذا يعني بصورة واضحة باعتقادي أنه الحرب لم تنتهي بعد. بصورة أو بأخرى أنه لا وجود لحكومة أو سلطة أو دولة في نينوى، الوجود فقط للميليشيات اللي هي تابعة للأحزاب واللي هي أصبحت مافيات علنية ما تخاف من القانون، بل هي تعتبر نفسها أكبر من القانون وأكبر من الدولة. تفرض الأطاوات وتفرض الأوامر على الناس وعلى البسطاء بالمدينة. طيب نعم. مع كل هذه الاعترافات بسيطرة الميليشيات والأحزاب على المؤسسات الحكومية، لماذا لا تتحرك الحكومة سواء المركزية أو المحلية لإنهاء تبعية المؤسسات الحكومية والعمل على استقلاليتها؟ أستاذ سينان، يعني هو السببين بسيطين. أول سبب أنه بالعراق لا وجود لحكومة، هناك تسمى حكومة لكن هي بصراحة مجموعة مافيات تسمى جزافا أحزاب، هي تسيطر على المشهد السياسي بصورة عامة وتسيطر على المشهد الاقتصادي بصورة خاصة. نعم. وثاني الأسباب أن الحكومة أو هذه مجموعة المافيات هذه هي مستفادة من سيطرة الميليشيات والأحزاب على مبدأ فيدني وأفيدك. هم مستفادين من الميليشيات وسيطرتها على المدينة، والميليشيات مستفادة من الحكومة أنها تنفذ من القانون، تتملص من القانون ومن المحاسبة. ناس تفيد ناس، واللي واقع بيها واللي المواطن المصري البسيط. طيب يعني نريد أن نفهم ماذا يعني اعتراف محافظ نينوى بمثل هذه الاعترافات بأن الميليشيات لا تزال تسيطر هي؟ يعني هو هذا اعتراف، هذا أقدر أقول أنا أنه رماد بالعيون. يعني هو لما يعترف بهذا الشيء، لأنه هو المحافظ جاء من مثال من انتخابات قاطعها الشعب 80%. اذا يعني الوجوه تغيرت لكن الاسماء بقت نفسها، الاحزاب بقت نفسها، المسيطرين بقوا نفسهم. هذا بصوره يعني يقول هو بصوره ما بين السطور انه لا تغيير بالمستقبل، لا تنتظرون شيء راح يصير من يعني لا تنتظرون من عندي تغيير راح يصير للناس وللوضع اللي سائد الان في الموصل. ولكن أين تمضي المحافظة في ظل الحديث اليوم عن وصول هذه الهيمنة ويد الميليشيات للسيطرة على عقارات الدولة والمدنيين ولا سيما المسيحيين في محافظة نينوى بالتحديد؟ أنا أرى أن المحافظة يعني تمضي إلى المستقبل الأظلم المجهول. هم خططوا لهذا المستقبل المجهول والقاسي منذ اليوم الأول للاحتلال العراقي، يعني كأنما هناك حقد او عداوه مع اهل الموصل ومع مدينه الموصل، حقد طائفي، حقد قومي، حقد شوفيني من كل الاطراف، يعني حقد على هذه الناس. سقوط الموصل او ما يسمى عاده تحريرها كانت مؤامره على الناس وعلى المدينه. بيوت المسيحيين والاقليات مثل ما جرب بغداد وجرب باقي المحافظات، يتم تضييق على الناس، تضييق على مصادره ممتلكاتهم سواء بالإرهاب أو بالسلاح أو بفتاوى معينة، ومن ثم إعادة بيعها والاستفادة منها. كل هذا إضافة إلى الضغط اللي يصير على بسطاء التجار وعلى صغار التجار وعلى المحلات بفرض الأتاوات، مستقبل للأسف مظلم وقاسي على الناس. عوضا عن بناء الموصل وإعادة إعمارها وإعادة بناء البنية التحتية رفع الأنقاض، ماذا عن مطار الموصل؟ من المستفيد من هذه العرقلة رغم الحديث عن شركة تركية مستعدة لإعادة تأهيل المطار وبنائه؟ وربما يفيد المدينة كثيرا وجود مثل المطار في مدينة الموصل وفي محافظة نينوى، وخصوصا ربما يرفد المدينة بكثير من البضائع وما تحتاجه في عملية البناء وإعادة الإعمار. هناك جهتين راح تتضرر من وجود المطار، خاصة إذا كما كان تحت سيطرتهم. الجهة الأولى هم أقليم كردستان،
وجود مطار بالموصل راح يسحب الاهتمام ويسحب الفائده الاقتصاديه اللي تجنيها الان مطار اربيل راح تتجير الى صالح مطار الموصل. نعم. خاصه ان اهالي الموصل وسكانهم راح يستفادون من هذا المطار، والفائده الاقتصاديه اللي راح تعود على المحافظه اذا ما راح للميليشيات راح تتضرر الميليشيات بها، وما راح تكون فد غطاء للتهريب وغطاء لتهريب الاسلحه وغيرها وغيرها. هذه الجهتين ما يفيدها وجود مطار بالموصل. بعدين الشركه التركيه لو كانت شركه ايرانيه كنا نرى التسهيلات وكنا راح نرى كل انواع المساعده للشركه التركيه، في حين انه الان يتحججون انه الناس اللي موجودين بالمنطقه الخضراء يتحججون انه شركه تركيه تعني انه سيطره تركيه، وجود مخاوف من 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 مطامع تركيه في محافظتي الموصل وكركوك. كما ذكرتم، على أي أساس الحكومة بقراراتها تمضي في نينوى؟ هل ترى أو هناك من يرى هناك تعمد بتعميق هذا الفساد الموجود في محافظة نينوى ويتركون الميليشيات للعمل تحت يافطات المكاتب والشركات الاقتصادية؟ أستاذ سنان، يعني أنا بصراحة دائما أقارن الوضع في العراق مع باقي البلدان، خاصة البلد اللي يعيش فيه في هولندا. يعني الحكومة العراقية أو ما يسمى بالحكومة العراقية تتعمد بنشر البيروقراطية والفساد بالمحافظة حتى تظل سيطر ميليشياتها. يعني هنا في هولندا احنا عندنا تقريبا مئات البلديات، كل بلدية تهتم بالبنية التحتية والنظافة والغيرة 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 ومساعدة الناس. كل ما زادت رخاء الناس بهذه البلدية تحصل على مساعدة من الحكومة. نعم. الحكومات تشجع هذا الشيء، في حين العراق البلد الوحيد اللي يشجعون على البيروقراطية والفساد وعرقلة أمور الناس، يعني حتى تبقى الناس تحت سيطرتهم. نعم، اليوم يعني إعمار مطار الموصل يحال بمبلغ 200 مليون دولار من مبلغ محافظة نينوى المجمدة، بالتالي هذه المبالغ إذا ما أنفقت أو لم تنفق ما مصيرها بعد 4 سنوات؟ مصيرها يعني كمصير المليارات والملايين اللي راحت، المليارات اللي راحت بواسطة حرب الموصل، والمليارات اللي راحت بتسليح الجيش. ويعني دائما هناك منفذ لسرقة المليارات وسرقة الملايين. هذه الملايين الان تتقاتل عليها الاحزاب اللي وصلت الى مجلس المحافظه، لهذا السبب هم استقتلوا على مود الانتخابات المجالس حتى يسيطرون على هذه 200 مليون منا و400 مليون منا وكذا مليار منا، هذه هم يريدون يسيطرون عليها ويصرفوها على اتباعهم وينزلوها بجيوبهم. للاسف مو لفائده الناس، راح تروح بصفقات وهمية ومناقصات وهمية وتروح بجيوب المتنفذي الأحزاب. إذن هناك تشاؤم بعدم تغيير الأوضاع في نينوى أو تحسين واقع مطارها حتى بعد انتخابات مجالس المحافظات؟ أعتقد للأسف أنه يعني التشاؤم موجود. يعني انتخابات المجالس في ظل المقاطعة الواسعة من الشعب كما قلت لك، يعني أتت بنفس وجوه الفاسدين والحرامية وإن اختلفت أسماءهم، بقاء المحافظة وبقاء التقسيم الطائفي لا يبشر تغيير واقع المحافظة ولا يبشر بتحسين واقع المطار أو الواقع المعيشي للناس. يعني أعتقد المستقبل للأسف راح يكون قاسي على الناس. من أمستردام الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ مظفر الخميسي، شكرا لكم على حضوركم معنا.